استقبل رئيس الوزراء شريف إسماعيل رئيس شركة تويوتا سوشو جون كاروبي بحضور وزيري الكهرباء والبترول. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن إسماعيل أكد خلال اللقاء على أهمية التعاون مع شركة تويوتا لدور الشركة في عدد من المشروعات المهمة، مشيرا إلى التعاون الحالي في مجال الطاقة المتجددة، ومن بينه إنشاء محطات توليد كهرباء بخارية أو بالرياح أو بالفحم، منها مشروع إنشاء محطة بخارية في الصعيد بطاقة إنتاجية قدرها 1300 ميجاوات، ومشروعات إنشاء ميناء للسيارات في منطقة قناة السويس.